يحمل كل أتعابك وتعبك. سيأتي المسيح وليس لقلبي رجاء سوى أن يجيء المسيح. الإله الحي الذي نعبده ونحبه ونخافه هو مخلص جميع الناس. في الصليب أعلنت محبة الله للإنسان. هل تصالح مع الله؟ تعال إليه هتجد الراحة فيه، مش هتجد الراحة في أي حاجة تانية. مساء كل نعمة إلهية ومحبة وسلام من رئيس السلام ربنا يسوع المسيح إلى جميع مشاهدينا الأعزاء. في هذا المساء سيكون لنا لقاء معكم وسهرة روحية جميلة، وموضوعنا لهذا اليوم راح يكون عن صورة الله في صورة إنسان. في هذا اليوم عندنا باقة حلوة وجميلة من الشباب الحلوين اللي الرب بعثهم لنا في هذا المساء لكي ما نجلس هذه الجلسة الحلوة معا وسوية وقبل كل شيء مع ربنا يسوع المسيح ومع مشاهدينا اللي صار لنا فترة ما ملتقين معاهم. في هذا المساء راح أبدي بالتعريف، يعني قبل ما أبدي هو من أهل البيت طبعا، لكن أخونا الكبير وأبونا الروحي أيضا القس جورج سابا، أهلا ومرحبا بك أخ فاضل ومحبوب على قلب الكثيرين وعلى قلوبنا. وإحنا نشكر الرب أنه في هذه الأيام المباركة أنه الرب بعثنا القس جورج حتى نأخذ من دسم ونعم كثيرة من الله من خلال فمك في هذا اليوم. شكرا. الرب يباركك. شكرا. وإحنا مثل ما متعودين نبوس روحك في كل مرة. آمين ومليون آمين. الرب يبارك. الحقيقة من دوي عن سروري إن يكون معكم، وخاصة إنه رئيس الاجتماع ملك الملوك ورب الأرباب ربنا يسوع المسيح، نعطيه المجد والكرامة إلى الأبد. آمين آمين. الذي كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. هذا هو إلهنا ومحبوبنا ومعبودنا ربنا يسوع المسيح. آمين. وأيضا معانا سيف أخونا الصغير المحبوب سيف، الرب يباركك وراح يستخدمك. آمين. مع أخونا المبارك وسام رسام مرنم، حقيقة مو بس الآرامية، مرنم مشيغن الحلو. الرب يباركك وأكيد اليوم الرب راح يستخدمك. ومعانا أيضا الأخ المحبوب ويعني أنا ما أقدر أقول، والزوج الحبيب خالد. الرب يباركك وأكيد راح يستخدمك في هذا اليوم. وأيضا سينضم معنا القس شانت هاوغبيان من كاليفورنيا، من كاليفورنيا راح ينضم معنا القس شانت في هذا المساء. لكن قبل ما نسوي كل شيء، إحنا متعودين أنه قس جورج إذا ممكن ترفع هذه الجلسة، وكل مشاهد عزيز جالس أمام هاي الشاشة اللي قاعد ينتظر، لأنه صار لنا كم يوم دنعد إنه دنقول إنه القس جورج موجود في ميشيغان، فيا ريت ترفع الجميع وترفعنا إنه حتى يتمجد الله وابن الإنسان وربنا يسوع المسيح في هذه اللحظة. آمين آمين يا رب. دعونا أحباء المشاهدين أن نصلي معا، ومن كل قلوبنا نسكبها أمام شخص ربنا يسوع المسيح. ننحني أمامك أيها القدوس البار، يا من الأزل والأبد يكمن في كيانك، يا من أنت رئيس كل رياسة وسلطان. ننحني أمام جلالك وعظمتك وسموك أيها القادر على كل شيء، يا من جمعتنا في هذه الأمسية لنتعبد لك، لنتكلم عن شخصك الكريم المبارك، إلهنا الحنون الطيب. نرجو أن تضع يمينك على هذه الحلقة،
وتمسحها بروحك يا رب. نعم يا ليرى يا رب. كل بشر نعم. خلاص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. مجد الابن يا رب. جاء الصوت مجدت وسأمجد أيضا. بارك كل أجزاء هذه الحلقة يا رب، واجعلها أن تقول لمجدك وامتداد ملكوتك. نصلي أيها السيد الرب أن تذكر أخوتنا المشاهدين، نرجو أن تتعامل معهم يا رب. من يحتاج إلى خلاص، من يحتاج إلى شفاء، من يحتاج إلى تعزية، من يحتاج إلى فك القيود والربط باسم الرب يسوع المسيح وبسلطان الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نصلي يا رب أن تتمجد وتتعظم هكذا أيها السيد الرب، ليكون المجد وكل المجد لصاحب المجد ربنا يسوع المسيح. نعطيك الكرامة والسجود والعبادة من الآن وإلى جميع أجيال دهر الدهور. آمين. شكرا قز جورج. آمين. الرب يباركك. احنا نقول انه خطوطنا مفتوحة من الآن. اللي سمعنا اليوم يوم تحرير، اليوم يوم خلاص، اليوم شفاء. يوم شفاء. آمين. تعال تعال جيب أحمالك وأثقالك وتعال وضعها اليوم تحت أقدام ربنا يسوع المسيح. ارفع سماعة التليفون إذا عندك طلبة صلاة، إذا عندك طلبة شفاء تحرير خلاص، تعال 248-416-1300. لكن قبل ما نغوص في عمق الموضوع قز جورج، خل نسمع أخونا المحبوب وسام وسيف في بعض من الترانيم. آمين. آمين. هو عظيم عظيم الله في محبته، في أمانته، في تحريره، في شفاءه، في فداءه. آمين. عظيم الرب في تبريره. واليوم اليوم مثل ما قالت أختي نادية، بالفعل اليوم هو يوم خلاص إليك. لأن حتى هذا الموضوع اللي كثير يشككون به وكثير يسألون نفسهم إذا كانوا من خلفيات أخرى، حتى نفسنا أكو مسيحيين من عندنا ما يعرفون صورة الله في صورة إنسان ويظل يفكر فيها. فهاليوم نصلي أنه يكون سبب بركة وخلاص لكثيرين. وإذا أي فكر، إذا أي فكرة في بالك تحب تسأل، موجودين الخدام هنا معاك، والقز جورج والأخ خالد أيضا متواجدين يصلون معاك في هذه الليلة. آمين. يصلون معاك في هذا الوقت. فاتصل من الآن، الخطوط من بدايتها مفتوحة حتى نصلي ونشجع واحد الثاني أن نصلي مع بعض في هذا اليوم. تعالوا نرنم ونقول أنت عظيم عظيم يا الله. أنت عظيم 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 يا الله. أنت عظيم 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 يا الله. عظيم محبتك، عظيم في أمانتك، عظيم في تحريرك، عظيم أيضا في شفائك، أيضا في شفائك، أيضا في شفائك.
عظيم عظيم يا الله أنت عظيم 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 يا الله عظيم في رحمتك عظيم في غفرانك عظيم في فدائك عظيم أيضا في تبريرك أيضا في تبريرك أيضا في تبريرك خذني بقرب قلبك فأعبدك خذني بقرب قلبك فأعبدك وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك يا يسوع أغني من مثلك أبي أنت وإلهي صخرة خلاصي حافظ العهد والأمانة لا تنكر نفسك رافع رأسي أنتظر حسب وعدك لتهتف وأصرخ أهلل بك سيدي يا سيدي ملجئي وأغني من مثلك أغني من مثلك وأغني من مثلك يا يسوع أغني من مثلك في ضعفي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إن
بك أعني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. رجوعي تمسح دموعي وترثلي تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني. عند رجوعي تمسح دموعي وترثلي تشبع جوعي ربي يسوعي وتهدني. إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وارويني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك ورويني ورويني. إن كنت ضعيف قويني، إن كنت حزين عزيني، إن كنت خاطي برقني واشفيني. تعال تعال في هذا اليوم، تعال إلى ربنا يسوع المسيح اللي اليوم باب مفتوح قبل ما ينسد. تعال، باب النعمة لا زال مفتوح،
وعندنا خدام مباركين في وسطنا يقدرون أن يصلون معك الصلاة الخلاصية. تعال أخذ الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك. وأشكر الرب انضم معنا القس شانت هاغوبيان، احنا فرحانين ان تكون معنا قس شانت لاول مره في الفضائيه الاراميه، صحيح؟ نعم. واحنا فرحانين ان نشوف خدام امناء، وحقيقه انتم شباب كسهام بيد جباره في هذا العالم، فالرب يستخدمك بقوه في هذه الايام. واحنا في الايام الاخيره، تمام قس جورج؟ احنا في الايام الاخيره، صحيح. فخلينا نعمل بجد لأنه الحصاد كثير، قليلون، لكن نشكر الرب. الرب دا يقيم فعل صغار في حقلة وكبار، والكل دا تعمل الآن لأنه وقت الحصاد الآن. الأبواب خلص قرب يجي على الأبواب، ربنا يسوع على الأبواب. آمين. خلينا قد جورج أنه صورة الله في صورة إنسان. المشاهد العزيز والأغلبية مثل ما سمعنا هناك الكثير ما يشككون في هذه الحقيقة، يقول لك هل يليق بالله العظيم أن يتجسد ويأخذ صورة إنسان؟ هل من المعقول؟ نقرأ من فيلبي، أوكي. نقدر نقرأ من فيلبي الأصحاح الثاني، وقد جوجدت من العدد 4. آمين. تقول كلمة الرب في فيلبي الإصحاح الثاني ومن العدد 4: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب، ولإلهنا كل المجد. آمين. نرجع على نفس السؤال. نعم. هل يليق بالله العظيم أن يتجسد ويصير إنسان؟ ومثل ما سمعنا أنه أغلبية الناس تشكك بهذه الحقيقة، لكن هل حقيقة الله تجسد في صورة إنسان؟ نعم. بالحقيقة هيدا الموضوع والفقرة يلي قريتيها أخت نادية تلخص الإنجيل بالكامل. يعني منقدر نقول عن هالفقرة هي الإنجيل الخامس. نعم. لأنها تري عمل الله ومشورة الله وخطة الله لفداء الإنسان وخلاص الإنسان من البدء حتى مجيء ربنا يسوع المسيح له كل المجد. على سبيل المثال للحصر، هناك صور مختلفة في الحياة. نعم. صورة للطبيعة، صورة للإنسان، لكن ما هي صورة الله؟ الله لم يره أحد قط. نعم. لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. نعم. أي أن خبر الله وإعلان الله لم يستطع أحد أن يعلنه إلا الله نفسه، لأن الذي يعلن الله ينبغي أن يكون على مستوى الألوهة في الطبيعة، في الأزلية، في الجوهر، في المجد، في القدرة، وفي القوة، وفي الملكوت، وفي كل عمل. لا يمكن أن يكون في خلقه وعمله إن لم يكن هو الله. فالصورة الإلهية كانت في ذهنية الله قبل أن يوجد الإنسان،
قال الله في البداية، إذا رحنا على سفر البدايات، لنخلق الإنسان على صورتنا بصيغة الجمع، كشبهنا. وكان في فكر الله منذ أن قال هذه الكلمات أنه في عرض الزمن سيكون هو في شبه إنسان، وأنه في عرض الزمن سيأخذ صورة إنسان ويكون مثلنا ما عدا الخطية. والسؤال الذي طرح منك أخت نادية أنه كيف الله بيصير إنسان؟ إن لم يكن الله قادراً أن يكون إنساناً لا يكون الله الله. السبب لأن الله قادر على كل شيء، له كل المجد. فخلق الإنسان على صورته. شو هي الصورة؟ شو مضمون الصورة؟ مضمون الصورة هي الحياة. ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. وعندما جبل الإنسان من تراب الأرض، الله وضع طبيعته في هذا الإنسان، أي روحا خالدة، لأن الإنسان من تراب وإلى التراب يعود، لكن الروح ترجع إلى خالقها الذي أعطاها. فالإنسان لا يفنى كباقي المخلوقات، لكنه كائن أبدي كطبيعة الله. والله وضع في الإنسان المجد الأدب الأخلاقي، وضع محبته في الإنسان، نعمته في الإنسان، فكره في الإنسان، إرادته في الإنسان. فخلق الإنسان على صورة الله. من أجل ذلك يستطرد الرب قائلا صار الإنسان كواحد منا، أي من الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، صار كواحد منا في الفكر، في العقل، في الإرادة، في الأخلاقيات الله التي وضعها في آدم، في المحبة، في النعمة. ما أجمل. وعندما نرى هذه الصورة الإلهية، إنها قيمة إلهية لا بعدها ولا قبلها. أخي المشاهد، إن صورة الله هو أنت. أخي المشاهد، لا تقامر في حياتك، فأنت تاج المخلوقات، وأنت قيمة إلهية لا يمكن أن تضاهى بأي ثمن في الحياة. من هذا المنظور الكتابي عليك أن تقيم نفسك. فأن من أجل ذلك قال المسيح، اسمع ماذا قال: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم برمته وخسر نفسه، أو ماذا يعطي فداء عن نفسه؟ فهيدي الصورة اختنا نادية، الصورة الإلهية العظيمة. هل يعقل أنه أنا الإنسان الترابي إلي صورة الله؟ مين بمقام الله؟ لكن هيدي النعمة الإلهية. لكن هون بين قوسين بدي أقول لك مين أنت يا إنسان. إذا بدك ترجع للأصل، أنت حفنة تراب، لكن صار إلك قيمة عندما نفخ الله في هذه الحفنة الترابية فصار آدم نفسا حية. من أجل ذلك علينا أن نعظم الله
ونمجد الله ونرفع الله. وهكذا هذه الصورة التي يجب أن لا تشوه ولا تحترق. سنرى أخت نادية بهذه الحلقة ماذا حدث للصورة الإنسانية. آمين. يعني نسأل هذا السؤال بعدين، ماذا حدث للصورة الإنسانية؟ آمين آمين. الرب يباركك قس جورج. يعني أنطيت حقيقة مجمل ومحتوى كيف الإنسان انوجد على صورة الله، وكيف الله تنازل للإنسان. هيدي النعمة، النعمة الإلهية واللي إحنا هاليلويا غير مستحقيها، مثل ما قلت إحنا حفنة التراب المزدرة وغير الموجودة. صحيح. لذلك رفعنا الله معه وأجلسنا معه. آمين. في السماويات بدم ربنا يسوع المسيح. نرجع حقيقة أنا فرحانة بك كثير قس شانت كشاب، يعني حقيقة أنه أنت تمثل بالنسبة لي الشباب الآن اللي موجودة في هذا العالم، لكن تختلف بشيء واحد عنهم، أنه عندك الرب يسوع المسيح مخلص لحياتك. آمين. وعرفته وبديت تجلس معاه. آمين. فانطيني، سمعنا عن كيف الله تجسد، راح نسمع بعدين. نعم. كيف الله تجسد وأخذ صورة بشريتنا وإحنا بعدنا خطاة. في رسالة عبرانيين الإصحاح الأول من العدد الأول بيقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. نعم. فعلا امتياز عظيم أنه إحنا كبشر الله كلمنا بنفسه هو. نعم. الله كلمنا بالابن. نعم. الله ما كلمنا عن طريق نبي ولا كلمنا عن طريق ملاك، لكن فعلا أنه الجنس البشري جنس مميز وغالي على قلب الرب. كلمنا عن طريق الابن، الابن تجسد وصار إنسانا وجاء كي يفدي الإنسان ويخلص الإنسان، كي يعيد للعلاقة القديمة مع الله. نعم. كما تفضل القسيس جورج أنه الله لما خلقنا في البداية في سفر التكوين يقول خلقنا على صورته، أوكي؟ لكن بعد ما دخلت الخطية نحن يعني الإنسان تشوه بسبب الخطية. نعم. وانفصل، لكن الإنسان ليه أنه القدرة أنه يعود إلى الآب، أنه للعلاقة المكسورة فقط لما يقبل الابن يسوع المسيح. آمين. كي يعود إلى الآب. آمين. ربي يباركك. يباركك. ها خالد. أنا بس عجبني القس جورج من حكى إنه قال الله نعمل الإنسان كشبهنا على صورتنا كشبهنا، وأعطى الإنسان مقام عظيم إنه خلقنا على تلك الصورة العظيمة صورة الله، وذكرنا إنه نحن تراب والتراب ما له قيمة، ولكن هذا التراب علاه بهذا المستوى إنه جعلنا صورة الله، وعلاه وأعطاه مستوى أرقى بالمسيح يسوع. صحيح. عندما ورانا النعمة العظيمة، ورانا المحبة العظيمة اللي حبناها الله، لذلك في الصليب عندما قال قد أكمل نكس الرأس وقال أكمل حتى يرفع رأسنا. ولذلك يعني كلتنا كأخوة عندما نوجه هذا النداء، وقالت نادية في بداية البرنامج لكل مشاهد، لكل مشاهد أن يرفع عيونه إلى ربنا يسوع المسيح الذي كان في صورة الله، ونحن الله خلقنا على صورته كشبهنا، وانطانا هذا الامتياز العظيم. وبهذه النعمة احنا نتقدم إلى الابن، بهذه النعمة احنا نتقدم إلى محبة الابن، إلى صليب الابن، ونأخذ خلاص. وفعلا في هذه الأيام وإحنا عندما نتكلم عن أيام أخيرة نقدم ربنا يسوع المسيح لكل مشاهد، لكل واحد إنه بعد ما تعرف به. آمين. بعد كل واحد بعد ما تقابل بالمسيح كمخلص وكسيد وكإله، اليوم يوم خلاص، اليوم. آمين. يوم مقبول، تعال أخذ ربنا يسوع المسيح. آمين. اللي أحبك وانطاك هذا المقام المرموق بشخصه. آمين. آمين. آمين.
نذكر مشاهدينا الاعزاء تليفوننا هو 248-416-1300. اذا كان عندك مشاركه سؤال او طلبه صلاه، عندنا رجل الله القس جورج سابا رجل صلاه، تعال حتى يتمجد الرب من خلال القس جورج وصلاته، وبنفس الوقت ناخذ شفاء في هذا اليوم. امين. وسام قاعد ومرتاح، فرحانين يا الرب يباركك يا وسام. خلي نفرح ونفرح السماء ونفرح المشاهدين ونفرح قلوبنا بكم ترنيمة. أنا مثل ما قلتي ألبي النداء معاك للمشاهد إنه في هذا اليوم يراجع، يراجع الشيء اللي قلتوه والشيء اللي دا يقوله قس جورج والأخ شان والأخ خالد أيضا، إنه بالفعل مثل ما قلنا في بداية الحلقة سؤال يراود الكثيرين هذا، خاصة من الخلفيات الأخرى اللي بالشرق الأوسط صاحين ويقدرون يتصلون على الفايبر، يقدرون يسألون أي سؤال يخطر في بالك، اتصل واسأل أي سؤال على قلبك تحب في هذا اليوم من أي خلفية كنت. أما أحبائنا المؤمنين اللي قاعدين الآن أمام الشاشة ودي يشاهدونا، اتصل أيضا نسمع من عندك، والقصص هنا يصلون من أجلكم في هذا الوقت. خلونا نقول نعظم دمك، نهتف بمجدك، لا ننحني إلا لك، أنت ملكنا دوما منتصرا رأسا وأسدا، لن نقبل كذبا يأتي به عدونا، سنطأ الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا، نهتف لك. نعظم دمك، نهتف بمجدك، لا ننحني إلا لك، أنت ملكنا دوما منتصرا رأسا وأسدا، لن نقبل كذبا يأتي به عدونا. نعظم دمك، نهتف بمجدك، لا ننحني إلا لك، أنت ملكنا دوما منتصرا رأسا وأسدا، لن نقبل كذبا به يأتي عدونا، سنطأ الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا، سنطأ الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا، نهتف لك، ستنحني لك يوما كل جباه، ستعترف بملكك يوما كل الشفاه، نكرس باسمك نعلن أنت هو، ونسحق بدم عدونا، ستنحني لك يوما كل جباه، ستعترف بملكك يوما كل الشفاه، نكرس باسمك نعلن أنت هو، ونسحق بدمك كل أعداؤنا، سنطأ الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا، سنطأ الجبال بقوة اسمك، يتذلل لنا بك أعداؤنا، نهتف لك مخلصي ذبح على الصليب رفعت، حملت اللعنة العمل أكمل، الشيطان سحب، مجدا لك مجدا لك مخلصي ذبح على الصليب رفعت، حملت اللعنة العمل أكمل، الشيطان سحب، مجدا لك مجدا لك، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص للتمام، تحرر نعم، تشفي نعم نعم، نعلن إيماننا يا
تتغيروا لا تتأخروا نؤمن بك نؤمن بك تحرر نعم تشفي نعم نعلن إيماننا لا تتغيروا لا تتأخروا نؤمن بك نؤمن بك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلص للتمام نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا دماؤك دماؤك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وتخلص للتمام مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا أقوياء 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 في المسيح أقوياء 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 في المسيح أقوياء 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 في المسيح أقوياء 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 في المسيح أقوياء شيطاني أعلى كلامه لنا به يقيننا يجعلنا أحكم كل الأعداء أقوياء 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 في المسيح أقوياء 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 في المسيح كل يوم للأمام نمسك في اليد الزمام سلطانه لنا وروحه لنا قوتنا هي من العلا أقوياء 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 في المسيح نعم أقوياء 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 فرس ليوم القتال بنا يصنع المحال نسير بالإيمان ونغلب العيان نجاحنا من إله السماء صالح هاليلويا الرب صالح إلى الأبد رحمته هاليلويا هاليلويا
الرب صالح. هاليلويا الرب صالح. هاليلويا الرب صالح إلى الأبد رحمته. نعم. وأحلى شيء يقول دماؤك على أبوابنا على حياتنا يا قس جورج. هاي الدم اللي انسفك على الصليب من أجل كل واحد من عندنا هل فعلا يخلص؟ أكو قسم يتشككون بهذا الأمر، بس هل صحيح يخلص؟ دم المسيح هو المادة الوحيدة. نعم. يلي بتطهر. آمين. هي المادة الوحيدة. آمين. يلي بتقدس. هي المادة الوحيدة اللي بتنقي. هي المادة الوحيدة. هللويا. اللي بتغفر وبتسامح. آمين. ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا. نعم. من كل خطيئة. آمين. من كل خطيئة. آمين. هلا بدنا نشوف شو حدث بالصورة. ماذا حدث للصورة الإنسانية؟ إنسانية. نعم. إلنا الله خلق الصورة على صورته مثاله في طبيعته محبته نعمته أخلاقياته السلوكية الإلهية. لكن الإنسان لما الله أعطى الوصية وقال له من كل شجر الجنة تأكل من عدا شجرة معرفة الخير والشر. نعم. هلا الشيطان شو عامل؟ مثل ما بيعمل مع كل انسان. اجى للعنصر الضعيف. احقا قال الله ان لا تاكلا. شوف كيف غير بالكلام. أحق. من كل شجر الجنه، بينما الله قال من كل شجر الجنه تاكل. نعم. لكن دائما الشيطان بيقلب الامور راسا على عقب لكي يخدع الإنسان ويكذب على الإنسان، لأنه كذاب وأبو كل كذاب. لكن في هيدا العمل يلي عمله الشيطان أراد أن يسلب خليقة الله من يد الله. لكن هل يعقل أن الله يبقى مكتوف الأيدي عندما يسلب من الجبار غنيمة؟ حاشا، له كل المجد. فآدم أكل، أي أن آدم تنازل عن الرئاسة، لأن قال له أنت الرأس، أنت مطلوب منك يا آدم ما تأكل من الشجرة. لكن إجا للعنصر الأضعف وحواء رأت فاشتهت وأكلت وأعطت زوجها ولقوا حال عريانان. هون تشوهت الصورة واحترقت الصورة ولم يبقى فيها أي أمر طبيعي الله أوجده في الإنسان. مشان هيك قال له الله يوم تأكل منها موتا تموت. هو ما مات، لكن مات أدبيا، مات روحيا، مات أخلاقيا. نعم. وابتعد وانفصل عن الله، أي أن الصورة شوهت بكل ما تعني كلمة تشويه. أنا بحب أقول لك خيي، ما تقول أنه آدم شوه الصورة بس، لكن أنت شوهتها وأنا شوهتها. نعم. وكل إنسان شوه الصورة. نعم. السبب بالخطايا بالأثام صورت وبالخطايا حبلت بي أمي. نعم. ومن البطن سميت عاصيا. نعم. كل الرأس مريض، كل الجسم سقيم، من هامة الرأس إلى أخمص القدم ضربة أحباط، لم تعصر ولم تعصب ولم تليم بالزيت. أي أن الخطية تبقى طرية في حياة الإنسان. نعم. مهما كان متقادما في العمر. مشان هيك خي الإنسان مش هتقدر تخلص من الخطية. نعم. ما لم يعيد لك الصورة
صاحب الصورة ربنا يسوع المسيح. فالصورة احترقت وتلاشت، لكن جاء المسيح لكي يجدد، ليس الصورة على مثال آدم، لكن سنراها ونحن في سياق الحلقة أخت نادية. فالإنسان لما احترقت الصورة، ليه الإنسان بيزني؟ ليه الإنسان بيلعب قمار؟ ليه بيتعامل بالمخدرات؟ نعم. ليه بيكذب؟ ليه عاصي؟ شو الإنسان كل الأنواع الفساد صارت فيه؟ نعم. ليه؟ لأن الإنسان القديم بيقول عنه الفاسد مع شهوات الغرور، فالإنسان فسد. لكن هيدي الصورة لا يمكن للرب أن يدعها في حالة الفساد، لكن الرب كان له عملا آخر لإيجاد صورة أخرى يجدها الله الذي أوجد الصورة الأولى. آمين. له كل المجد. له كل المجد. أستوقفك هنا قس جورج، عندنا اتصال. أحب أذكر المشاهدين أنه خطوطنا مفتوحة، تعال سلم حياتك، تعال إذا عندك شفاء، إذا عندك مرض، إذا عندك تحرير، تعال في هذا اليوم. قسس مباركين في وسطنا يقدرون أن يساعدوك. معانا أيضا اشترك معانا القس كارلو، أهلا ومرحبا بك قس كارلو، تفضل. سلام المسيح أخت نادية. سلام ونعمة الرب والمسيح معاك أيضا قس كارلو، من ده تتكلم؟ الرب يبارككم جميعا، جلسة رايحة جدا، جلسة شبابية، على رأس القس جورج أبو الشباب حبيبي بركة قس جورج بوسطنا. قس كارلو من ده تتصل؟ نعم من ده تتصل؟ من لوس أنجلوس، مش واضح. من تورانتو؟ لوس أنجلوس. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بك قس كارلو، يا ريت تتداخل. وكيف يعني إحنا الموضوع مالتنا في هذا اليوم عن كيف الله صار إنسانا. تفضل. صوتك دا يتقطع قس كارلو. أتصور لأنه انقطع. يا ريت ترجع تتصل بينا قس كارلو. نرجع نقول خطوطنا مفتوحة، إذا كان عندك أي شيء للمداخلة إحنا نرحب بيك. يا ريت يرجع قس كارلو، تفضل قس. نرجع للموضوع. نعم. إنه الإنسان لما تشوه الصورة فسد بأعماله، وفسد بأخلاقياته، وفسد بأدبياته، وفسد بمسلكه، صار مسلك الإنسان مسلك فاسد. نعم. على سبيل المثال للحصر، الحروب يلي عم نشوفها اليوم، النجاسات، الاغتصاب، سفك الدماء، هيدا ما بيعد انه صورة تشوهي؟ أكيد. هيدا هو الله، الله يلي بده الإنسان على صورته ومثاله. أرخص شيء اليوم الإنسان، أرخص شيء يذبح كالنعاج. نعم. الإرهاب المتفشي في العالم، وأمة على أمة، ومملكة على مملكة، يعني عم نلاقيها بعين الأم المجردة. لكن ألا يوجد علاج أو خلاص لهذه الصورة الفاسدة جملة وتفصيلا؟ أكيد العلاج عند الله وحده وليس آخر، لأن ليس بأحد غيره الخلاص، له وحده يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن باسمه، أي باسم ربنا ومخلصنا وحبيب قلوبنا وسيدنا يسوع المسيح يخلص. آمين. باسم الرب. آمين. يسوع. آمين. أخي المشاهد، أنت بحاجة للمخلص أن يخلصك ويعطيك الحياة الأبدية، وهذا لا يكلفك شيء،
وأنت على مقعدك وأنت على فراشك وأنت جالس في بيتك وفي أي مكان، ارفع قلبك بكلمات قليلة للرب: يا رب يسوع أنا خاطي، غسل قلبي بدمك، أنا أؤكد لك ستنتقل من الموت إلى الحياة، ومن النجاسة إلى القداسة، ومن الموبوقات إلى الطهارة الإلهية، وتعلم أنك إنسانا جديدا في شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. له المجد. آمين. رجع ما شكرا جزيلا قس جورج، رسالة حلوة، ويعني أشكر الرب من أجلك، ويا ريت يتجاوب معنا المشاهد العزيز ويطلع. يعني احنا نعرف قس جورج خاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى توبة، هناك يكون فرح في السماء. آمين. قس كارو أهلا ومرحبا بك، رجعت معنا، تفضل قس كارو. نعم شكرا شكرا، انا اسف بسبب الخطوط، لكن الموضوع مهم جدا فعلا. امين. لان موضوع التجسس دائما حتى في الكنائس لما نحكي عنه نحكي عن نصف الحقيقه، والحقيقه المهمه اللي تصعب فهمها عند الناس مش نذكرها. نعم. التجسس يجب ان يعرف كل اخ في المجتمع الان عشان تكون سبب بركه له. التجسد لا يعني أن الله امتص وصار فيه إنسان وظهر كإنسان، هذا مفهوم خاطئ. الله بقي ولم ينقص منه شعرة. نعم. مسيطر على كل الوجود، هو الذي يدير الكون كله وكل شيء، لكن وضع روحه على جسد يسوع الناسوت في لحظة وجوده في رحم أمه القديسة مريم العذراء، فصار الناسوت إنساناً وحل عليه روح الرب بالكامل، صار لاهوتا متحدا وليس منفصلين. لذلك يسوع المسيح صار صورة الله بروح القدس المسكوب عليه المملوء فيه. يقول اشعياء 42: هو ذا عبدي، الله بيحكي، يهوه بيحكي، هو ذا عبدي الذي اعضده، مختاري الذي سرت به سرت به نفسي. نعم. وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، فيخرج الحق للأمم. نعم. التجسد ليس معناته الله امتص أو تكاثف جدا وصار في الرب يسوع المسيح، وليس معناته ترك الوجود وصار في الرب يسوع المسيح. دائما بيسألون طب مين يدير الكون؟ صح. لما تجسد، لذلك قال الرب أبي أعظم مني، لأن كان الله موجود ومسيطر على كل الوجود. فأنا هذا الموضوع بالحقيقة موضوع التجسد إمكانية فهمه سهل كثير، لكن ما في حدا أنه بيشرح كثير دائما وبسيط. لذلك بالحقيقة احنا نحسب بعض الأخوة من الخلفيات الأخرى أنه مش فاهمين التجسد، هي بالحقيقة أصلا المسيحيين مش فاهمين التجسد. يعني لو نحكي بكنائسنا أنه التجسد معناته ليس الله ترى كل شيء صار في يسوع المسيح، الله مسيطر لكن روحه، ولا يمكن انفصال الروح الموجود في المسيح عن روح الله الذي لا ينقص ابدا. فكان عيد وقود كمان مره، ظل الناس ياكل ويشرب ويجوع ويصلي ايضا لله، ولكن الروح المتحده في روح الله اقام الموتى، فتح عيون العامي وعمل المعجزات كليتها، وظهر فعلا في شخص الرب يسوع المسيح الله من خلال وضع الروح على جسد الناس يسوع المسيح. فيا ريت توصل هاي الفكره للناس، كثيرين بيعرفوا ان الله لم تقل قيمته ولم يتغير ابدا، لكن فقط ان الروح حل على بالكامل على الرب يسوع المسيح. امين. ارجو ان تكون هاي المعلومه تفيد كل مستمع ومشاهد يتساءل كيف الله يتجسد، كيف ياخذ صوره انسان، كيف يصير انسان، كيف الله بياكل، كيف الله بيشرب. الله روح، لكن الجسد كان بياكل ويشرب والروح متحد معه، عشان هيك حتى في الصعود راينا الجسد صاعد الى السماء. امين. والرب يبارككم وانا بتابعكم. اسيس كارلو منبر رائع جدا، خليك الله معنا. يعطيكم نعم. القس نعم. جورج حاب يحكي معاك، ابقى معنا. نعم تفضل. الرب يباركك على الفكر وعلى المداخلة الجميلة، والرب يستخدمك لمجد اسمه. بس انا شكرا للشيخ الفاضل،
ثانك يو. بحب اقول لك انه نحن بعد ما تطرقنا لهالموضوع نعم يعني قعدنا في البدايه نحن بعد الله يباركك بعد ما جينا لأنسنة الانسان لاحظت نعم. كيف وانه نعم. كيف الله صار جسدا وبنعمه الرب الرب يباركك على هذا الفكر سنضيف الى يبارك. افكارك افكارا اخرى آمين. بنعمه الرب احنا بنضعف حتى الرب يتعظم يخرج من حياتك وحياتنا باسم الرب يسوع آمين. طبعا هذا فكر عظيم من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا فيكافئ الى عمق الله تصل ام الى نهايه القدير تنتهي بنعمه الرب في سياق الحديث سنتكلم عن أنسنة ربنا يسوع المسيح آمين آمين شكرا أخ شكرا قس كارو الرب يباركك على هاي المداخلة وأكيد رح القس جورج يكمل بمعونة الرب في هذا البرنامج أيضا معانا اتصال أخونا ماجد أهلا وسهلا بك تعال الهواء مباشرة شكرا شكرا أخت نادية مساء الخير مساء الخيرات ماجد. أخ ماجد شلونك حقيقة من زمان ما سأل لي مداخلة ولكن كنت أتمنى أشوف القس سابة حبيبي الرب يباركك مشتاقين لك جدا حبيبي أنت أخ مبارك واشكر رب من أجل خدمتك هذا الموضوع اللي إذا تتكلمون فيه شوف عزيزي احنا في مكانات اثنين بالعهد القديم نشوف لاهوت ابن الله ونشوف الأقانيم متحدين غير منفصلين في الإشعياء وإذا نشوف أيضا في يوحنا يتكلم عن لاهوت المسيح خليني أقرأ لك بعض الأعداد في إشعياء 48 شوف شي يقول وعدد عدد 15 يقول أنا تكلمت ودعوته هنا الآب أنا تكلمت ودعوته أتيت به فينجح طريقه تقدموا إلي اسمعوا هذا لم أتكلم من البدء في الخفاء منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني وروحه صحيح الروح مرتبط بالقنوم الثاني للمسيح القنوم الثاني اللي هو الرب يسوع القنوم الثاني هو اللي تجسد الآب لم يتجسد القنوم الثاني هو اللي أخذ الجسد فالقنوم الثاني روح القنوم الثاني تجسد فنرى هنا طبيعتين في المسيح طبيعة ناسوتية وطبيعة إلهية الله عندما خلق آدم كان آدم من عائلة الله حواء أخ ماجد كانت من عائلة آدم أخ ماجد الله دا يتقطع أخ ماجد يعطوا مداخلة بسيطة يا ريت يا ريت يا ما أعرف نختصر لأن في انقطع يا الظاهر أنه انقطع الخط الرب يباركك ومثل ما نعرف أنه وقتنا محدود إذا كان عندك مداخلة يا ريت تكون مختصرة الرب يباركك أخ ماجد على هذه المداخلة ما رجع معنا القس كارو أنذر كارو أوكي منو معنا تفضلوا أقدر أتكلم مع القس سابا اوف كورس يقدر هو موجود حتى حقيقه هو جاي من البدايه قال افتحوا الخطوط خلي نحكي مع كل المشاهدين اذا عندكم اي شيء هو موجود من اجل هاي الخدمه ايضا تفضل اني دا اتكلم من كاليفورنيا دا اتكلم من الرب يبارك كاليفورنيا جليندل يا اهلا وسهلا هذا المجمع الجميل المجمع الالهي اللي جمع الاخوه والاخوات مرحب به من كل قبل ابناء الشعب من كل قبل المؤمنين ربي يباركك يا حلف على قلبي انه اخابر ايضا اشوف ابني وياكم ابني شانت وياكم يا اهلا وسهلا ماخذ بنتي يعني فتحياتي ايضا للمرنم الجميل وسام اللي دائما انا متابع له
وهذا المجمع الجميل اللي دا اشوفه راني يعني دا اطير من الفرح. ربي يخليك. دا اطير من الفرح وجود وخاصة الاخوة قناة مباركة، قناة تبشر، قناة كسبة العالم، وقناة جابت بشر كثير. أمين. كثير الحصاد كثير والفعل قليلون، لكن انتم الفعل الرئيسيون. ربي يبارك حبيبي وسام، اني كلش معجب صوتك الجميل واسمع يوميا ودائما امدح بيكم. فاريد اسال القسابة اللي هو يعني ابن الله يعني، وعندي سؤال من مزمور، من مزمور 71، مزمور 71 ستة. بس يا ريت نضلنا بضمن الموضوع. يقول السؤال: عليك استندت من البطن وأنت مخرجي من أحشاء أمي، بك تسبيحي دائما. نعم. وأنتقل إلى الفقرة 9، يقول: لا ترفضني في زمن الشيخوخة، لا تتركني عند فناء قوتي. نعم. يعني أريد أعرف يعني شنو الغاية يعني منذ أن يعني أعرف أنه الرب يسوع هو إله، وأيضا يعني في كان في أحشاء مريم المباركة طوباوية واللي الله اختارها يعني. نعم. أيضا استند عليها، أيضا يعني هو الله أيضا استند على أنه على بشر. يعني أنا يعني بالنسبة لي دا أشوف إيش قد الله دا يحبنا وش قد متنازل، يعني خلاه متواضع، يعني إنسان ولد ملك، ويعني ملك وراح للمدود، وبعدين من توفى مات في قبر رجل غني، وبعدين هو ما عنده قبر، يعني هو رجل يعني نعم. إله يعني انتقل نعم إلى نعم. الله ربي يباركك. والسؤال الثاني أقدر أسأله؟ بس سؤال ثاني تفضل. لماذا أخنوخ وإيليا الرب اختارهم ورفعهم إلى السماء؟ وأنا أكون ممنون لكم وخادم لكم، وأتمنى أنه يكون هذا الجواب مالكم شافي إلى قلبي. ربي يباركك. هلأ راح نجاوب في سياق الحلقة عن كل هالشي اللي حكيته. الرب يباركك. الرب يباركك أخ كارو. من خلال رح تجاوب الآن قس. نعم رح نجاوبهم خلال الحلقة. آمين آمين. حتى يكون الموضوع مترابط. آمين. خلي نشوف شنو جواب الأكتري سن اللي هو عمك يصير مو صحيح؟ حماك. يا حماك. كقس سأل سؤال إنه لماذا؟ يعني بعد ما اجى الانسان واختاره ليش حبه المحبه وانطاه هذه الحياه؟ والسؤال الثاني قال لماذا اختار او صعد للسماء ايديا واخنوق؟ جوابا على السؤال الاول. نعم. الله ليش احب الانسان محبه فائقه؟ نعم. مثل ما تكلم القسيس جورج قال الله خلق الانسان على صورتنا وعلى شبهنا. نعم. الله ما خلق الإنسان كباقي الخليقة. الإنسان مستثنى، مخلوق على صورة الله. نعم. لن يمكن إنه الله يترك صورته متروكة. لن يمكن. نعم. إنه صورة الله يعني سوري من التعبير كأنه تشوهت في الإنسان بسبب الخطية. صحيح. فالله لن يمكن إنه يترك نفسه إنه متروك. نعم. فجاء بالابن وفدى الإنسان، فلهذا الله يحب الإنسان محبة عظيمة يعني منفردة. محبة الله للإنسان منفردة ليست كباقي الخليقة. نعم. فلهذا كلفت الله أنه يدفع الابن ويموت من أجل الإنسان ويقوم في اليوم الثالث من أجل تبريرنا. فلهذا الإنسان محبوب جدا عند الآب. وهل أنه إيليا وأخنوخ كانوا هل قد محبوبين إلى قلب الرب بحيث رفعهم إلى السماء وأخذ جسدهم وروحهم بنفس الوقت؟ مثل ما الكتاب يقول أخنوخ كان سائرا مع الله. الله بما يعني أنه كان أخنوخ بعلاقة حميمة مع الله. نعم. وهذا يعني إلنا كمان أنه لما نكون في علاقة مستمرة مع الله وعلاقة قريبة مع الله. نعم. سنكون مع الله في السماء. آمين آمين آمين. هذا رمز للاختطاف. للاختطاف.
آمين. الرائع بالموضوع عندما شوهت الصورة قد جورج يقول من شوهت الصورة آدم رأى نفسه عريان صح. ففي أشعياء يقول ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. هذه العظمة، هذا الإنسان اللي شاف نفسه يوم من الأيام مشوه وشاف نفسه من يوم من الأيام عريان. ما أعظم ربنا اللي ألبسنا ثياب الخلاص بالمسيح يسوع وكسانا رداء البر. وفي يوحنا يقول وأعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما نحن واحد. ما أعظمك يا رب المجد، المجد اللي أعطاك يا الآب تعطيه للإنسان اللي شوهت الصورة حتى يرد هذه الصورة إلى وضع الطبيعي ويكسي هذا الإنسان اللي عرته الخطية حتى يرجع إلى مقامه الأول اللي الله خلقه على صورته وعلى شبهه. آمين آمين. أنا أشكر الرب من أجلكم أحبائنا. رح أخذ هذا الفاصل ونعود مع المشاهدين. أرجع أذكركم أنه خطوطنا مفتوحة وأي مداخلة أهلا وسهلا بكم، وإحنا نرحب بكل مداخلاتكم. نأخذ هذا الفاصل قصير ونعود معكم بعد قليل، انتظرونا. إلى جميع مشاهدينا ومتابعينا على السوشيال ميديا، الآن يمكنكم مشاهدة قناة الآرامية 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، وذلك من خلال قناتنا على يوتيوب ABNSAT Live. فقط اكتب في خانة البحث ولو لمرة واحدة ABNSAT Live وستجد كلمة Live Now كما هي أمامك على الشاشة، وسيتسنى لك مشاهدة جميع برامجنا وبجودة عالية. صلاتنا أن تكون مثل هذه الوسائل سبب بركة لكثيرين لإيصال كلمة الإنجيل. للاستفسار زوروا موقعنا أو اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا معاكم وصورة الله في صورة إنسان. احنا اخوه مباركين معانا اللي هسه قاعد امام هاي الشاشه، نرحب بمشاهدينا الاعزاء والحضور الموجود ويانا اخونا والقس الفاضل القس جورج سابه. شكرا لمجيئك ونشكر الرب من اجلك ومن اجل التوضيح الحلو اللي نسترسل به من اجل تجسد ابن الانسان حتى يغفر خطيه الانسان وحتى يرفعها الى مقامه اللي أتى الرب يسوع من أجل هذا الإنسان. وأيضا معنا القس شانت هوغبيان، أهلا وسهلا بك، الرب يباركك ويستخدمك، أنا فرحانة بوجودك معنا. وأيضا معنا خالد خادم الرب، أيضا نشكر الرب من أجل تواجدك. وأحبابنا الحلوين الشباب الأنيقين الأخ وسام وأخونا العزيز سيف وناقصكم ريان، يعني ايش قد ما نقول ريان في القلب، فالرب يبارك ابو الشباب يبقى شيخ الشباب شيخ الشباب. الرب يباركك قس جورج. حقيقه احنا عندنا مجموعه من طلبات الصلاه، انا اعرف انه كثيرين جالسين امام هاي الشاشه عندنا قوه صلاه، قوه صلاه في هذا المكان، صدقوني تزحزح الجبال. عندنا القس جورج رجل صلاة والرب منطين نعمة وقوة في الصلاة، لذلك عندنا مجموعة من الصلاة. خالد يا ريت تقرأ لنا إياها حتى القس جورج يبدي يصلي من أجلهم. آمين آمين. قس جورج كثيرين يسألون يريدون قوة تحرير، قوة فك قيود، كثير يطلبون شفاء من أمراض، من أمور العالم. هذا العالم مقيدهم بشكل مقيدهم، يعني أكو أخت هيام طلبت أنه نصلي إلى أمها حبيبة في لبنان مريضة، وقالت أنه رجاء أنه صلاة مستعجلة لأنها في حالة حرجة جدا، صلاة من أجل يوسف وعايدة، صلاة من أجل روبرت جورجس، صلاة من أجل أخت عايدة حتى أن الرب يتدخل في حياتها ويغير كثير من أمور في حياتها. بعد من أم ذكريات عندنا من السويد
أمها مريضة كلش، فطلبت شيف يعني أنه الرب يمد يد الشفاء. صدقني قاس جورج، إحنا في عالم شرير وبدت الأمراض تنتشر، يعني الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية اللي الآن تظهر على الساحة، يا ريت نصلي من أجلها. كثير من الناس اللي قاعدين وأكيد عندهم ألم في الظهر، في القلب، في الرأس، في الرجل، في الإيد، في كل مكان. أيام صعبة والناس دا تنتظر معونة، وإحنا نعرف معونتنا من شخص واحد، وإحنا سمعنا ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. من نخلص الرب رح يعطينا حياة جديدة بشخصه، جسم جديد بشخص ربنا يسوع المسيح. قبل ما يصلي قاس جورج، أنا أيضا أكو مشاهدين هواية ما يتصلون، يخاف يتصل، يخاف يستحي أو يستحي أو يخجل أنه يصلي. لا أبدا، شيل هذا الخجل، شيل هذا الخوف، صدقني الله قادر أن يشفيك. إذا من كل قلبك تجي اليوم وبإيمان، الله قادر أن يعطيك شفاء بالتمام. يعني أنت إذا عايش في حياة أخرى، عايش حياة العالم، تعال اليوم صدقني لا تستحي. يمكن أنت اليوم مدة شهد، هي مو صدفة، وإنما الرب خلاك تشاهد هذا البرنامج حتى تطلع وتجي وتقبل الرب يسوع المسيح كمخلص إلى حياتك. احنا نصلي، احنا قاعدين هنا وجالسين هذه الجلسة المباركة من أجلك عزيزي المشاهد، لأن الله إلى يعني خطة في حياتك وغاية في حياتك، خلاك أن تكون حاضر وجالس الآن وتسمع هذا البرنامج. أنت واحد من الناس اللي اليوم راح تطلع وراح تسلم حياتك إلى الرب يسوع المسيح. عندنا إيمان. تعالوا تعالوا يا تعابة من العالم الحزين، يا ريت ترنم منا يا آمين، لأنه الكل تعبان في هذه الأيام. تفضل قاس جورج، يا ريت ترفعنا هيك برفعة روحية وقوة صلاة تخلي مثل ما قلنا تهز المكان. أخي المشاهد، ليكن لك إيمان بالله. كل شيء بدي أعطيك الآية، إن كنت في مرض سرطان أو غير سرطان، بالقلب، بالنشاف، بالأعصاب، من أي مرض، كل شيء مستطاع للمؤمن إن كنت تؤمن. إذا عندك إيمان بالرب يسوع المسيح، مش نحن اللي بنشفي، نحن تراب وإلى التراب نعود، لكن اللي بيشفيك هو رب الشفاء، إلهنا ربنا يسوع المسيح. أرجوك وإنت في مكانك صلي معنا وقل له يا رب، يا رب عند المرض الفلاني اشفيني، وانا اؤمن بشفائك. نعم. الالهي. أمين. ثق تماما. أمين. مثل ما قال الاخ وسام، الرب حيشفيك حالا. أمين. قال فكان، امر فصار. نعم. خلينا نصلي بنفس نعم. واحد في اسم أمين. يا ربنا يسوع المسيح، نحن متحدين. أمين. بنفس واحد. أمين. وبروح واحد ايها نعم. الرب، لأجل النفوس المعذبة من أمراض وآلام مستعصية، ومن يستطيع يا رب أن يشفيها غيرك، عندما يرفع الطب يده تكون يدك أيها السيد الرب. إلهنا الحنون الطيب، نصلي باسم الرب يسوع المسيح وبقوة شفائه لكل الأشخاص. أمين. الذين ذكرناهم الآن بالأسماء، والذين يسوع لم يتصلوا في وهم في بيوتهم، يا رب صلاتنا إليك أن رب تجري معجزات شفاء وعجائب في هذه الليلة، لأن وعدك لنا الذي يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها ويعمل أعظم منها. يا رب مجد اسمك باسم الرب يسوع المسيح، حرر النفوس، فك القيود أيها الرب، أعطي شفاء بالروح القدس لكل نفس متألمة، لكل نفس تصرخ على فراش المرض. يا رب قل كلمة فيبرأ الغلام. يا سيدنا الرب، نحن نؤمن الذي يقول
الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. نحن ننتظر يا رب باسم يسوع نفوس تعلن عن شفائك على الشاشة أيها السيد الرب، أنها كانت في مرض وأن يدك الصالحة امتدت إليها وأعطتها الشفاء الكامل. يا رب صلاتنا إليك، دمك على أجسادهم، دمك على أرواحهم، دمك على نفوسهم، فك القيود، حرر النفوس من قبضة الشيطان بسلطان الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعطيك الكرامة والمجد والسجود والعبادة لأنك سمعت واستجبت. آمين. 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 الرب يباركك أخ جورج. صلاة أخي المشاهد، إن صليت هذه الصلاة ثق تماما أن الرب شفاه. آمين. آمين. وإن صليت لأجل الخلاص ثق تماما أن الرب خلص. هللويا. لأن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد ولم يتغير. آمين. آمين. هللويا. شكرا قس جورج. رح نرنم مع أخونا وسام. يا ريت ده أسمع أصوات التليفون ده الدق، فيا ريت نسمع أصوات المشاهدين قبل ما نسمع صوت أخونا وسام. إذا كو هناك خط يا ريت يطلع على الهواء عندنا. آمين. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ده أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس ثوبك ما أنت الحنان. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ده أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس ثوبك ما أنت الحنان. اشفيني من كل ضعفي فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني 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 من كل ضعفي فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني. طالب غفرانك دم
مصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يسوع عايش فيني انا راجع ليك جاي لك بذنوب ندمان وبتوب طالب غفرانك دم المصلوب بمسك في ايديك وبصدق فيك يا يسوع عش فيني انا راجع ليك اشفيني من كل ضعفي فيا اشفيني بالشوع ومن الخطيئة اشفيني محتاج لك محتاج لك اشفيني 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 من كل ضعف فيا اشفيني بالشوع اشفيني محتاج لك يا فدية اشفيني 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 ساعدني إلهي اتغير أنا محتاجك أنا متحير ساعدني إلهي أتغير أنا محتاجك أنا متحير ليش أحوالي متصعبة وانت معاي في كل لحظة ليش أحوالي متصعبة وانت معاي في كل لحظة أنا اخطأت لسه ما يبويا وقدامك ما مستحق تدعوني ابننا خدامك أنا اخطأت لسه ما يبويا وقدامك ما مستحق تدعوني ابننا خدامك ربت من حضنك ومن حنانك كل همي ألاقي أكثر من حنانك كنت مستمتع بذاتي ولذاتي كل اللي لقيته حسرة وأهاتي فت بدوامة تلم وعذاب وعالم شرير وانفطر قلبي صرت أشتهيك للخنزير فت بدوامة تلم وعذاب وعالم شرير وانفطر قلبي صرت اشتياك للخنزير حنيت لحبك ليا حنيت لحبك ليا لهفت عيونك عليا راجع واشواقي هي تغير قلبي وعيني حنيت لحبك ليا لهفت
عيونك عليا راجع واشواقي هي تغير قلبي وعيني ساعدني إلهي أتغير. ساعدني إلهي أتغير. يا ريت بهذا اليوم هذا القلب الحجري يصير قلب لحمي. أمين. ويطيع الرب يسوع المسيح في هذا اليوم. ترنيمة أول مرة أسمعها رائعة ويعني مضمونة مضمونة ويعني كلماتها غنية يعني دسمة بحيث أني الخاطي وأني يا ريت تغيرني وتساعدني محتاج لحبك وما حد ماكو حب ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه ما عدا ربنا يسوع المسيح اللي إجا وأحبنا وفعلا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد حتى ما يهلك كل واحد من عندنا بس اعطانا حياة وحياة أبدية بشخصه إلى كل المجد مثل ما شفنا قس جورج تغيرت هذه الصورة وتشوهت بسبب الخطية كيف أعيدت هذه الصورة؟ احترقت احترقت سودة احترقت بسبب الخطية كيف أعيدت ومن اللي عاد إنه؟ أنا قلت احترقت نعم لأن الصورة ما بتتصلح الفسد الوعاء بأرميا نعم فسد خلاص صح إذا فسد الملح فبماذا يملح؟ نعم. لا يصلح بعد لشيء لكن الله بنعمته وحكمته مشان هيك بيقول الرسول بولس في رومي يا لعمق حكمة الله ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا فيكافئ لأن منه وبه وله كل الأشياء تبارك اسمه فلما سقط الإنسان وحرق الصورة الله تطوع بيقول بأشعيا من أرسل الآب عم يسأل من أرسل ومن يذهب من أجلنا بصيغة الجمع قال الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس ها أنا ذا أرسلني لمن قال له ها أنا ذا أرسلني بيجي الجواب بيوحنا 3 هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولما يسوع شاف الأعمى قال له اذهب اغتسل في بركة سلوام التي هي مرسل ويسوع جاء خصيصا من السماء مرسلا لخلاص الإنسان ولإعطائه بصيرة روحية لأن عندما سقط الإنسان فقد البصر الروحي وفقد الذهن الروحي وفقد القلب الروحي لكن عندما أراد الله أن يعيد صورة ليست على غرار آدم نخلق الإنسان على صورتنا كشبهنا حرقة طيب شو بده يعمل الله هل يحتار الله حاشا هل يقف متسائلا حاشا من صار له مشيرا هو المشير هو الحكيم فيه مذخر جميع كنوز الحكمة والعلم رأس الحكمة مخافة الرب هو رأس الكلام وهو رب الكلام له كل المجد فالله أعد بخطه أنه هو يتطوع في التجسد شو صار؟ بيقول بأشعياء 53 من صدق خبرنا يعني شيء ما بيتصدق الله بيصير إنسان
مثل ما قلت بالمقدمة اخت نادية. نعم. من صدق خبرنا؟ الخبر هو الإعلان. نعم. ولمن استعلنت ذراع الرب نبت قدامه، نبت عندما ولد، نبت قدام الآب، أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فهو ابن الإنسانية في الزمنية وابن الله في الأزلية. هاليلويا، له كل المجد. فأنت ابني أنا اليوم ولدتك. ولد المسيح، كيف ولد؟ هيدا المهم. مثل ما قال الأسيس يلي عمل المداخلة، الرب يباركه وبعض الإخوة، ظهر مريم العذراء استقامت، قال كيف يكون لي هذا عندما ظهر الملاك جبرائيل وأنا لم أعرف رجلا. قال لا تخافي يا مريم، انتبهي، قوة العلي روح القدس أول شيء يحل عليك نمبر وان، وقوة العلي تظللك الآب، لذلك القدوس المولود منك الابن. يعني الله في ثالوث أقانيمه اشترك في إنسانية يسوع المسيح، له كل المجد. صحيح الآب لم يتجسد والروح القدس لم يتجسد، لكن كانوا مشتركين في أنسنة يسوع المسيح. فالله أقام حزاما إلهيا حول أحشاء مريم، لأن لا شريك للخلاص في خلاص المسيح نفسه. بيقولوا لك إنه المسيح عندما ولد من العذراء المباركة كان هناك عملية مشاركة في الخلاص، لكن هيدا خطأ، خطأ كبير، بدليل أن العذراء نفسها تصرح وترتل وترنم وتسبح للرب وتقول تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله. بالله، انتبهوا لهالكلمة يا أحبة، بالله. فاللي تجسد مش بس يسوع الإنسان، لكن الله، لأنه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، أي لم يختلس مركز الله، لأن هو الله من الأزل وإلى الأبد، الكائن والذي كان والذي يأتي، له كل المجد. هو الكائن وهو المكون. نعم. فصار إنسان مثلنا ما عدا الخطية. بيقول بعبرانيين فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، هاليلويا، اشترك هو أيضا فيهما. ليش؟ قال لكي يبيد بالموت ذلك العدو الشرس. نعم. لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتقنا، خلصنا من عبودية الموت والخوف. أي أن يسوع بتجسده وقيامته نزع شوكة الموت من خاصرة الإنسانية إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، دمر الموت. هاليلويا، آمين. آخر عدو يبطل هو الموت. نعم. أباد بالموت، له كل المجد. فما أعظم، لكن خلقنا على صورته. كيف خلقنا على صورته؟ تاني مرة ما أخذ صورة آدم ورجعنا إياها، نو أبدا، لأن إلنا احترقت الصورة. لكن شاء فولدنا بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد، مثل ما قال الأخ شانت، الأسيس شانت، الله بعدما كلم الآباء تكلم هو. نعم. تكلم في الابن، اللوغوس،
الفكر الإلهي الكلمة صار جسدا، لكن قبل الصيرورة كان في الصورة. نعم. الذي إذ كان في صورة الله له كل المجد. نعم. فشاء فولدنا. إذن إن كان أحد في المسيح فهو شو؟ خليقة جديدة على صورة مين؟ له كل المجد. كما ولد يسوع بالروح القدس هكذا كل مؤمن مخلص بدم المسيح ومغفور الخطية بدم المسيح ومولود بالروح القدس ولد على غرار ربنا يسوع المسيح. يسوع ولد بالروح القدس، نحن ولدنا بالروح القدس. له كل المجد. يسوع امتلأ بالروح القدس، نحن امتلأنا بالروح القدس. يسوع تعمد بالروح القدس، نحن تعمدنا بالروح القدس. يسوع انقاد بالروح، نحن انقدنا بالروح. يسوع أخذ الروح المحيي، له كل المجد، نحن أخذنا الروح. بدليل الله أرسل روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب يا بابا. والآن نقول أبانا الذي في السماوات. فيسوع ألغى الصورة الأولى وأعطانا خليقة جديدة. إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. أخي المشاهد، أريد أن أقول لك، واليوم وليس غدا، رجاء لو كنت من أي طائفة، مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، وثني، من أي طائفة كنت، كردي، بربري، سكيثي، عبد، حر، ما في مخلص إلا المخلص. هو اللي بيخلصك. اليوم تعا عند الرب يسوع المسيح، قل له يا رب أنا بيجي لعندك بخطاياي. ما بتتصلح، ما حدا بيغفر لك. لو اجتمعوا رجال الدين كله ما بيغفروا لك خطية واحدة، لكن دم يسوع المسيح ابني يطهرنا من كل خطية. مهما كنت غرقان بالخطية وبالنجاسة، من أخمص القدم إلى هامة الرأس، بلحظة تصبح مبرر وقديس في شخص ربنا يسوع المسيح. يا ليتك تطلب الرب الآن باسم يسوع. وبقول لك من هلأ أنا وأخوتي، مبروك عليك الخلاص. آمين. ربي يباركك. In Jesus name. آمين. آمين. باسم الرب يسوع. ربي يخليك. هاللويا. شو هالصورة الرائعة اللي عطانا إياها. آمين. مجداً. شاء ريتنا فولدنا. مشان هيك بغني بطرس يا أخت نادية وبيقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته هي رحمته يا حبيبي، هي رحمته. يا ريتني حدك لأشألك وافتح قلبك دخلك يسوع. يا ريت أمام الله. يعني حقيقة أقوم أبوس روحك على هالكلمة. حسب أبوس روحك. حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية ليه؟ لهدف. نعم. برجاء حي. آمين. بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. كل الأنبياء والقديسين من إبراهيم ليوحنا المعمدان رفاة موجودة في القبر. نعم. إلا قبر واحد وحيد أوحد اسم الرب يسوع المسيح. ليس هو ها هنا، لكنه قام حقا قام. هللويا هللويا له المجد. يلا يعني المشاهد الان وصلت الرساله. وصلت اخواني الرساله، اكيد وصلتك. لا مثل ما قلت الرب قريب، صدقني الرب قريب. الان الوقت انه تجي
وتصلي وتركع وترجع عند أبونا يسوع المسيح. تعال اليوم، تعال اليوم أصلي وخلي الرب في حياتك. يعني قال كلمة قاس جورج، يا ريت هو يمك ويحط يسوع في قلبك. تعال أنت اليوم، تعال أنت بكل ذنوبك وبكل خطايا وبكل أثقال عندك، صدقني الرب قادر أن يشيلها عنك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. أكيد عندك شيء قاس شانت حتى تكمل. مداخلة بسيطة بس. فعلا امتياز عظيم. انا دائما انا بقول على يعني صعيد الشخصي، فعلا امتياز عظيم انه المسيح احبنا وافتقدنا. ولا زال انه المسيح يفتقد كثيرين. وكما مكتوب، ها انا واقف على الباب واقرع، يا اخوي يا اختي بترجاك بمحبة المسيح. لو المسيح اليوم اتكلم معاك من خلال هذا الاجتماع ومن خلال هذه الجلسة، اترجاك بمحبة المسيح، افتح قلبك ولا تأخر. بترجاك بمحبة المسيح انه الليلة لا تأخر الوقت، لانه الوقت مقصر، ما بنعرف شنو قاعد ينتظرنا. صدقني كثيرين كانوا يتوقعون الليلة رح ينامون وبكرة رح يصحوا، لكن للأسف ما صحوش. لكن الليلة بترجاك انه اذا كان صوت الله ليك، افتح قلبك واقبل المسيح في حياتك ربا ومخلصا وسيدا ليك، وستنال بركات روحية. كما مكتوب انه الرب باركنا بكل بركة روحية في السماويات. في اسم الرب يسوع انا هذه صلاتي ليك، انه تقبل المسيح. آمين. 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 أنا أؤمن إنه هلا في ناس عم بيصلي. آمين. باسم الرب. الرب. آمين. حيكونوا أولاد للرب. أنا رح أطلب من خيي وسام يرنمنا هالترنيمة اللي بحبها كتير تبع الجلجسة. هذه رح نختم بها البرنامج. آمين. خلونا نرنم بس بعد ما نسمع أخونا خالد. آمين. آمين. أنا يعني أمام الرب ما أعرف، يعني نادي تقول لك أقوم أبوس روحك، أنا أقوم أبوس رأسك على هالكلام، على هالكلام الطيب. يعني فعلا كلام مبارك، كلام نعمة، كلام ممسوح. قد جورج يعني من الرب يسوع الأب حكى وقال من أرسل، وقال له ها أنا ذا فرسني، يقول أطاع حتى الموت. الإله الذي يأمر فيصير، يقول فيكون. أطاع 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 إلي، أطاع إلي لأنه أحبني وأسلم نفسه لأجلي. والخدام الرب دا يوجهون دعوة، دعوة دا يورون محبة المسيح لهالإنسان الخاطي. وإحنا مرات نحط صورة الرب يسوع واقف على الباب يقرأ، حاطيها بالقراج، لو حاطيها على الباب. الرب يسوع ما يريد صورته على القراج أو على الباب، ولكن الرب يسوع إذا يقرأ على باب قلبك. آمين. افتح قلبك وخلي الرب يسوع يدخل حياتك. بين قوسين. آمين. بالإذن أخ، قبل ما تروح الفكرة، لما الرب أراد أنه يعطينا الولادة الجديدة، كان أحد لا يولد من فوق لا يدخل ملكوت السماوات. وهيدي الصورة اللي أخذها هو لما تعلق على الصليب، قال ننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. نعم. تبي لا صورة له. نعم. ولا لأن احترقت. نعم. ولا جمال، ولا جمال، لأن أخذ خطايانا ونجستنا ومضيك الأسود ومضي وكل الشرور اللي عملناها من آدم إلى يومنا الحاضر، كل الخطايا وضعت على رأسه. نعم. الكريم تبارك اسمه، هو قبل تتشوه صورته. واو. على الصليب، لكن هو أبرع جمال من بني البشر. أمين. أمين. لكن خلق صورة جديدة في شخصه الكريم المبارك لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات. هنيئا لنا بيسوع. أمين يا رب. هنيئا لنا بالخلاص. نعم. هنيئا لنا بالحياة الأبدية. لك يا خي المشاهد اسمعني، انت يلي قاعد قدي بدك تعيش، قلي جدك وين، أسلافك وين، أصحابك وين، أقاربك وين، كل الرفات في القبر. أنا بدي أقول لك رجاء رجاء، اطلب الرب قدي بدك تعيش، 70-80 لك يا خي 100 سنة، روح قول بخشيش عيش 100 سنة، رح يحطوك
بصندوق متر بمترين وبعدين على التراب وأبدية مظلمة ونار لا تطفأ ودود لا يموت دود لا يموت لكن الله اليوم عم يناديك امين الله يريد ان يحتضنك الله يريد ان يخلصك الله يريد ان يشفيك وانا باكد لك الله بده يشفيك روحيا ونفسيا وجسديا ومعنويا وفكريا ويجدد مثل النسر شبابه والرب يباركك امين حقيقه يعني كلام بديع والاحلى انه يقول هذا التاجر اللي مضى وباع كل شيء حتى يشترينا احنا اللؤلؤة غالية الثمن شنو اللي شاف بينا يا قس جورج مو احنا شوهناها للصورة من البداية احبنا فضلا فضلا نعم ما في شيء يحب فينا فينا احسننا كالعوسج واعدلنا من سياج الشوك شوك نعم نحن شوك كللنا باكليل الشوك هو على الصليب تبارك اسمه لكن هو اعطانا الخلاص والحياه الابديه هللويا لالهنا جل الاله الطيب آمين. له كل المجد له كل المجد هاوي سام الناس قالوا بلاش قوله الهللويا غصب عنهم ما اختبروش دي علامه التعزيه الناس يلومونا على كثره الهتاف غصبا عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف ما حد منهم شاف ويقول لك الناس قالوا طيب قولوها بصوت واطي هل نقولها بصوت واطي احنا لا العوز بالله لكن يا ناس احنا ما نقدرش نتعزى سكاتي يعني كل يعني اليوم خلونا انا بودي نبقى للصبح يا رب لان انا حاسس بحضور الرب بقوه في هذا اليوم امين الناس بيلومونا على كسرة الهتاف غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف الناس قالوا بلاش قلت الهللويا غصب عنهم ما اختبروش دي علامة التعزيات دي علامة التعزية الناس بيلومونا على كسرة الهتاف غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف ولا واحد منهم شاف ولا واحد منهم شاف ولا واحد منهم شاف غصب عنهم ما اختبروش ولا واحد منهم شاف ولا واحد منهم شاف الناس قالوا بلاش قلت الهللويا
غصب عنهم ما اختبروش دي علامه التعزيه دي علامه التعزيه الناس قالوا طيب قولوها بصوت واطي يا ناس احنا ما نقدر شي نتعزى سكاتي نتعزى سكاتي هي نتعزى سكاتي نتعزى سكاتي يا الناس احنا ما نقدر شي نتعزى سكاتي الناس قالوا طيب قولوها بصوت واطي يا ناس احنا ما نقدر شي نتعزى سكاتي انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات وانا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها مهما كانت صعبة تقدر عليها وانا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل ادي البحر هايج وانا مستنيك وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك لقيت محمد انزل قدامي وبيديك الحلوة طلعني يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات الأسود جوعانة ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ابنك الأطباء احتاروا وريهم ايديك خليهم يقولوا انه ما فيش زيك انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل حق نقوم 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 ونرنم لك كلنا حق اليوم 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 نشهد عنك كلنا حق نقوم 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 ونرنم لك كلنا حق اليوم 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 عنك يا مكلل بالجد أيامنا وخيرك سا
سأب ترى نمنا يمكلل بالجود أيامنا وخيرك سابق ترانمنا أثارك تقطر في دسمة أثارك تقطر في دسمة على شعبك اجهد بجمايل كلنا حق نذوق نقوم نقوم ونرنم لك كلنا حق اليوم 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 حملي أثمنا ميلك غنم فضللنا وتحط عليك حملي أثمنا خطايانا وكف تحزننا خطايانا وكف تحزننا اترفعت عنا بيوم صلبك لنا حق نقوم 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 حق نقوم لينا حق نقوم نقوم لينا حق اليوم لينا حق اليوم نشهد عنك نشهد عنك لينا لينا حق اليوم نشهد عنك كلنا حق نقوم 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 ونرنم لك لنا حق اليوم 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 نشهد عنك دي الصعبة معاك بتسهلها والمرة معاك بتحولها دي الصعبة معاك تسهلها والمرة معاك بتحولها وإن مالت بينا بتعدلها وإن مالت بينا بتعدلها وتعود صبر اللي انتظرك لنا حق نقوم 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 ونرنم لك لنا حق نقوم 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 نشهد عنك لنا حق نقوم نقوم ونرنم لك لنا حق اليوم 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 نشهد عنك آمين احنا اولاد ربنا حق نقوم الان آمين آمين واليوم نشهد عنك آمين مجدا للرب نشهد عن الرب آمين داعسين على راس ابليس هاللويا يعني يستاهل لو ما يستاهل 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 إلهنا الحي يستاهل لأنه ذبح واشترانا لله أبي يعني أرجع وأقول ماكو يعني إله مثل إلهنا فعلا ليس لك مثل الآلهة بين العالم كله والأمم كلها ونشهد عن إلهنا اللي أتى واللي اجى وانصلب من اجلي ومن اجلك ان نطيل حياتنا في هذا اليوم. تعال تعال وطي حياتك. الاحلى شيء قال
رنم أخوي يقول عارف ظروفي قبل ما اشتقيها، أخاف تقول أوه لا أنا رح أأجل مو هسه بعدني شاب وعندي ظروف وبعدين يلا، لكن اوعى تأجل وتقول بكرة وبكرة يعدي زي مبارح ويوم ورا يوم بيجري والعمر كله ضيع. سمعنا 60 70 80 فمع هي مع القوة 80 وأفخرها تعب وبلية. تعال عزيزي تعال خذ السيد المسيح إلك زوادة في هذا اليوم له كل المجد. قز جورج سمعنا أنه احترقت الصورة وتشوهت وراحت، لكن صارت لنا حياة جديدة بشخص الرب يسوع المسيح. شنو هي البركات الجديدة من الولادة الجديدة اللي أخذناها من ربنا يسوع المسيح؟ كثير سؤالك حلو. راح أعطيك من كلمة الله. آمين. قال ونحن نعلم أول شيء نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأن نحب الأخوة. نشكرك يا رب. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. ونحن نعلم أن لنا حياة أبدية وهذه الحياة الأبدية في ابنه. ونحن نعلم ما أحليها كل الأشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم. خلينا ننتبه لسؤالك أيضا. فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. صورة آدم احترقت جملة وتفصيلا، لكن في الولادة الجديدة نحن نشابه صورة ابنه. فكل مؤمن مولود من الله هو صورة المسيح غير المنظور. كما أن الابن ربنا يسوع المسيح كابن الإنسان هو صورة الله غير المنظور، بكر كل خليقة أي هو الذي ابتدأ بالخليقة وأوجد الخليقة. أيضا هيدا كتير مهم إن المؤمن المولود من الله هو صورة المسيح غير المنظور. فعرفهم ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. شوف البركات اللي أخذناها. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا. شو هالدعوة المقدسة؟ بقلك بمقتضى القصد والنعمة، بمعنى أنه الله لمن دعينا خي لمن دعيك الله لم يدعوك اعتباطا أو جذافا، لكن الله دعاك بقصد أي بتصميم. الله صمم انه يدعوك والله دعيك الليله تجي لعنده انت بتقرر مش حدا بيقرر غيرك. لان الذين سبق شوفي فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم. نحن بخطاط. نعم. قال أيوب نبي البلايا فكيف يتبرر الانسان. نعم. قدام الله إجا المسيح وبررنا. هللويا. له كل المجد. هللويا. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. نعم. فماذا نقول لهذا إن كان الله معنا فمن علينا. من علينا. شوفي هالوعد الرائع الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. كل شيء. ويسوع صرح بهيدا علانية للملا والملائكة كل ما هو لي فهو لك. هاليلويا. معقول كل ما هو للمسيح هو صاحب الكل هو خالق الكائنات والمكونات له المجد
هو أصل كل ذرية، هو رئيس الحياة، هو الرياسات والسيادات والسلاطين، به وله قد خلق، له المجد. لكن المسيح مش هيدا، قال لمن غفر خطايانا أقامنا وأجلسنا معه في السماء، معه لا مع جبرائيل ولا مع ميخائيل، لكن معه هو فوق كل رياسة وسلطان. أكثر من هيك، بصلاته للآب السماوي بيقول له أيها الآب أريد، لأول مرة بيقول أريد أن الذين أعطيتني، لأن الكنيسة هي هدية الآب للابن، يكونون معي. نعم. يا سلام، نحن جالسين معه، نحن قاعدين هون بهالحلقة بالأرامية بديترويت، لكن نحن الآن في العرش مع يسوع. هللويا. إلى أبد الآبدين. السبب تعرفي ليه السبب يا أخت نادية؟ نعم. لأن يسوع قال في ذلك اليوم تعلمون يا أخ وسام إني أنا فيكم وأنتم فيا، كما إن الإبن في الآب والآب في الإبن، نحن في يسوع ويسوع فينا، يعني نحن لا نموت. آمين. ممنوع الموت. نعم. خلص أبد. نحن أحياء إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. نقول أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوي. هللويا. تأكيدا على هذا قال المسيح أنا حي وأنتم أحياء، ستحيون. نعم. خلص انتهى الموت إلى غي ألغي إلى أبد الآبدين. كنسليشن، عمل له ديليت. هللويا لك المجد. امين امين. شالي ما في اطلب منه. حبيب قلبي قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق. وشو عطانا كمان؟ قال بررنا، فماذا نقول لهذا؟ ان كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق، يعني ما شفق على المسيح، شفق علي وعليك خي المشاهد. نشكرك يا رب. الذي لم يشفق على ابنه. تستهين بهيدا؟ أتستهين بمحبة الله ورأفة الله ورحمة الله؟ المسيح شوي على الصليب لأجلك وانت ما بتجي عند الرب. يا يسوع الرب يرحمك. امين. والرب يعطيك نعمه. امين. والرب يعطيك نعمه يا اختي انك تيجي الليله في هيدي الجلسه المباركه عند ربنا يسوع المسيح، له كل المجد. كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح الذي مات بل بالحري قام، الذي أيضا عن يمين الله يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق، أشد أم ضيق، أم جوع، أم عري، أم خطر، أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكن في هذه مجتمعتك يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أن لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى إن وجدت تقدر أن تفصلنا عن محبة الله. أمين. التي في المسيح يسوع. هللويا. شو محبة الله؟ قال انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أمين. فإن كنا أولاد نحن ورثة. أمين. ورثت الله. قد ايه ورثته الله؟ نشكر الرب. العالم كله أبدية كلها ورثة الله. ووارثون مع مين؟ مع المسيح.
مع المسيح له كل المجد. ربي فهيدا المجد اللي صار إلنا بيقول له للآب أعطيتهم المجد الذي أعطيت. شو مجد المسيح؟ ساكن في نور لا يدنى منه. هو البهاء، هو العز، هو الجمال، هو الطهر، هو القداسة، هو النور الأزلي الأبدي السرمدي، له كل المجد. كل هيدا صار لإلنا، نحن فقراء لكننا نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا. نحن نملك كل شيء لأننا نملك الرب يسوع المسيح. له المجد، له المجد. مش مجنون يلي ما بيجي عند الرب. مليون مجنون أمام الله، أمام الله. الرب يبارك يا قس جورج. رسالة بديعة، أكيد دخلت قلوب الكثيرين، وأكيد لمست قلوب الكثيرين، وأنا متأكدة رح تتغير حياة الكثيرين في هذا اليوم بنعمة الرب. نسمع أخبار طيبة بنعمة الرب، بنعمة الرب. أنا اللي دا أشوف إنه أنا ما أقدر إنه أخلي أخوتي القس شانت وخالد كلمات بسيطة، لأنه دا يعطوني إشارة إنه الوقت خلص وعندنا ترنيمة لازم نلبيها القس جورج. يده المثقوبة لو في الجرجثة هو بيعرفها. في الجرجثة شوية صعبة. كيبورد لسه مو جاهز بس يدك اللي رنمت شوية راح في صعوبة. اوكي. قس شانت. نعم اختي نادية. اعظم شيء بعد ما احترقت الصورة مثل ما سمعنا الليلة. انه بعد ما احترقت الصوره احنا صرنا في الزباله، بمعنى حرفي يعني بقولها بمعنى عامي كمان، انه صرنا في الزباله. لكن كلمه الله تخبرنا لما المسيح جاء ومات من اجلنا، يقول رفعنا اقامنا من مزابل هذا العالم واجلسنا مع اشراف شعبه. فعلا امتياز عظيم. وامتياز اعظم من هذا، بعد موت الابن على الصليب ودفنه وقيامته، اعطانا الروح القدس، اعطانا الاقلوم الثالث انه يسكن فينا ويملأنا ويقود خطواتنا. فعلا امتياز لنا ككنيسه وكمجتمع مسيحي مؤمن بالمسيح وتابع للمسيح، انه روح الله القدوس الاقلوم الثالث يسكن فينا ويقودنا ويعزينا ويثبتنا حتى المنتهى. امين امين. الرب يباركك قسشان. يا خالد. امين. يقول ليكونوا مشابهين صوره ابنه. جت في فيليب 2 يقول اولاد الله بلا عيب. صلحت الصوره بالمسيح يسوع في وسط جيل معوج وملتوي، تضيئون بينهم كانوار في العالم. والرب يسوع المسيح حطنا في العالم ايضا نور وملح حتى ننور من حوالينا وحتى يكون لنا طعم في هذا العالم. كن أنت يا أخوي وأختي المشاهدة نور وملح في العالم حتى يتمجد ربنا يسوع المسيح. آمين. في الوسط. آمين. آمين. ما أدري وسام يعني ما راح تقدر الجلجثة ما راح تقدر شوية راح نخليها على يوم الاثنين. يعني احنا راح نذكر مشاهدينا أنه القس جورج راح يكون معانا أيضا يوم الاثنين القادم الظهر. الظهر علشان نايل سات والشرق الأوسط. الشرق الأوسط أيضا. راح نرنم ترنيمة يدك المثقوبة تربي تسبيني تشعل في أشواقي وحيذكرني بأنك في يوم بالفعل قاسى حتى ما يشقينا، قاسى حتى يشفينا، حتى يشيل كل الأخطاء اللي عملها العالم. لكن اليوم رسالة واضحة للمشاهد. نعم. رسالة واضحة اليوم إلى كل مشاهد شافنا فيها. صدقوني كم وكم من لايف توك شو نعمل ونقعد ونرنم، لكن اليوم كان شعور عندي أن حضور روح الرب بقوة في هذا اليوم متواجد في هذا البرنامج. وأكيد أكو ناس مو اليوم يمكن باكر عقبه راح نسمع من عندها انه الرب لمس قلبهم وخلصهم. خلونا نرنم هذه الترنيمه نختم بيها مع احبائنا. يدك المثقوبة ربي تسبيني
تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني يدك المثقوبة ربي تسبيني تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني وخلاصي من الموت بسبب أنك ضحيت كيما تنجيني لم يدنك موت أو ألم كنت مشغولا بأنيني لم يرهبك هون العاري مجروحا حتى تشفيني لم يدنك موت أو ألم كنت مشغولا بأنيني لم يرهبك هون العاري مجروحا حتى تشفيني تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم أجل قسيت لكي لا تشقيني يدك المثقوبة ربي تسبيني تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك بيوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني لم يرضك أن أبقى حزينا أحببتني قبل التكوين أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي وديني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبيني لم يدنك موت أو ألم كنت مشغولا بأنيني لم يرهبك هول العاري مجروحا حتى تشفيني أتبعك ربي ومسيحي أنت معتقدي وديني أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبيني لم يدنك موت أو ألم كنت مشغولا بأنيني لم يرهبك هون العاري مجروحا حتى تشفيني آمين.
واحنا بجلدته شفينا. نشكر إلهنا الحي وأنا أشكر الرب من أجل الجميع. أنت أتينا على نهاية برنامجنا هذا، أشكر الرب من أجل كل من شاهدنا واللي كان جالس أمام هذه الشاشة دي يتمتع بحضور الرب في وسطنا، وأشكر الرب من أجل خدامنا الرائعين القس جورج سابق. أشكر الرب من كل قلبي أن أعطانا فرصة أن نكون معا ثانية. الرب يباركك ويستخدمك ومن مجد إلى مجد آخر. وقس شانت أنا فرحان ومسرورة لأول مرة أن تكون معانا. الرب يستخدمك وأنت إلى الأمام، وفعلا سيروا يا أبطال في درب الرب. خالد الرب يقويك ومن نعمة إلى نعمة ومن بركة إلى بركة. وأحبائي سيف ووسام، أنا يعجز لساني عن هذا الصوت وعلى هذه الأنامل الحلوة. الرب يبارككم، مرنم الكنيسة الحلو بالفعل. الرب يبارككم ويستخدمكم. نعمة الرب الأسبوع القادم الرب يرتب لنا جلسة ثانية. آمين. باسم الرب يسوع المسيح أيضا تكون رسالة لكل مشاهد. آمين. لا تنسون ونشوف الرب كيف آمين. يرتب. آمين. لا تنسون رح يكون معنا القس جورج سابا يوم الاثنين. ابقوا معنا. اللي ما عرف خلي يعرف الآخرين، لأنه جاي في وقت محدود، فخل نستغل القس جورج سابا. بركة ونعمة في وسطنا. الرب يباركك. أعزائنا المشاهدين، إلى أن نلتقيكم في برامج أخرى، نعمة وسلام ربنا يسوع المسيح مع شركة الروح القدس تكون معكم ولكم ملء البركة. إلى اللقاء. قم احمل كل أتعابك وتعب. سيأتي المسيح وليس لقلبي رجاء سوى أن يجيء الإله الحي الذي نعبده ونحبه ونخافه، هو مخلص جميع الناس. في الصليب أعلنت محبة الله للإنسان. هل تصالح مع الله؟ تعال إليه هتجد الراحة فيه، مش هتجد الراحة في أي حاجة تانية.